الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء 18/8/2021 مديرية أوقاف المنيا تتسلم الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام سنة أربعة أطنان. يصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف المنيا حتى الآن إلى 28 طن لحوم صكوك أضاحي. قد تسلمنا اليوم الأربعاء الموافق 18/8/2021 عدد 4 طن من لحوم الأضاحي، ليكون عدد ما وصل إلى محافظة كفر الشيخ من تلك اللحوم عدد 18 طن حتى تاريخه اليوم الأربعاء الموافق 18/8/2021 مديرية أوقاف الشرقية، حيث استلام الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي بكمية ووزنها 3 أطنان. اليوم الأربعاء 18/8/2021 ميلاديا تسلمت مديرية أوقاف أسيوط الدفعة السادسة من لحوم صكوك الأضاحي، والبالغ قدرها 4 طن، ليبلغ إجمالي ما تسلمته المديرية حتى هذا التاريخ 22 طن من لحوم صكوك الأضاحي. وكل عام وأنتم بخير.